حالات امساك الشديده صح زين، تاخذ العشرج زين شويه بس خلينا نقول قفشه كبيره ما في الاكل صح. زين يكون مجروش اي، تصب عليها ماي حار في كوب تخليها ربع ساعه بس، صف الماء يشرب قبل لا تنام بالليل، انتهى الامر، بس ما في داعي تواصل عليك اليوم، امورك طيبه.